مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله تعالى منكم صيامكم وقيامكم وأعمالكم في هذا الشهر الشريف، إنه سميع مجيب. دائما ما كان السيد فضل الله رضوان الله عليه يؤكد على مسألة الإنصاف والعدل وعدم الحيادية بين الحق والباطل، مستندا في ذلك إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث الغاية من ذلك كما يقول لتتحول في نفوسنا هذه المفاهيم إلى إيمان وفي حياتنا إلى عمل. ففي الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول العدل كونه إنصافا والإنصاف كونه عدلا، يقول عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن، الذي يكون مشتاقا ومتلهفا للماء لحظة الظمأ والعطش. هذا الماء الذي يطفئ حرارة العطش في جوفه، ويكمل عليه السلام: ما أوسع العدل إذا عدل فيه وانقل. العدل الذي يمثل الأفق الرحمة للإنسان، حيث يشعر المرء فيه بأنه يعيش سعة الأفق ورحابة الحق حتى ولو قل العدل. وعنه عليه السلام: من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره. فالذي ينصف الناس من نفسه ويعطيهم حقوقهم ويؤدي أماناتهم، فإن الناس عندما يعرفون منه ذلك رضوا أن يكون حكما بينهم حين الخلاف. فالذي يتصف بهذه الصفات لا يكون حياديا بين الحق والباطل، بل يلتزم بالحق ولو على حسابه ليكون قدوة للآخرين. وفي الحديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى آدم: إني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات. قال آدم: يا رب، وما هن؟ قال: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة ما بيني وبينك، وواحدة ما بينك وبين الناس. قال آدم عليه السلام: بينهن لي حتى أعلمهن. وهذا كلام مجمل. فأما التي لي فأن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وهذا حق الألوهية والربوبية والعبودية لله. إني أنا الله لا إله إلا أنا لا شريك لي. وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه، أي من حقك أن أجازيك في حالات العمل ولا سيما في يوم القيامة، لأن الإنسان أحوج ما يكون في اليوم هذا يوم القيامة إلى المكاسب الممنوحة من الله: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذا وعد من الله تعالى أن ما من شخص يعمل في طاعته إلا ويجزيه تعالى جزاء عمله. ويكمل الحديث: وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتتمة الحديث:
وأما التي بينك وبين الناس يعلق السيد قائلة: وهي من العلاقات العامة مع الناس والمجتمع، فأن ترضى للناس ما ترضى لنفسك، وتكره لهم ما تكره لها. وهذا ما شكل برنامج رسالة آدم عليه السلام، والتي حين ينقلها لنا صادق أهل البيت عليه السلام فإنه ينقل لنا رسالة الله التي لا تختص بنبي دون نبي، ولا بفئة من الناس دون فئة. ونعود إلى مفردة العدل، حيث ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا، فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون. فالإمام عليه السلام يطلب منا أن نجعل العدل خطا تتحرك به حياتنا كلها في علاقاتنا الخاصة والعامة. فحياتنا في المجتمع كما يقول السيد تجعلنا نعيب على كل سلاطين الجور ظلمهم، الظلم السياسي والاجتماعي والإنساني. فإذا لم نعدل في بيوتنا ومؤسساتنا، فأي فرق بيننا وبين الظالمين الكبار؟ كلها ظلم وعدوان وقهر وغصب للحق. فالله تعالى لا يحاسب يوم القيامة على شيء كما يحاسب على الظلم. فكل أصحاب الحقوق يأتون قائلين: يا عدل يا حكم، أحكم بيني وبين فلان فإنه ظلمني. ومن هنا جاء الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في الحث على العدل: العدل أحلى من الشهد، أي من العسل، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. فالعدل سلوك وعمل. وعلى ضوء الفكرة نطل على دور العلماء، وعلى كل من يملك فقها أن يفقه الناس في دينهم. والتفقه ليس فقط معرفة شكوك الصلاة وأحكام الوضوء والاغتسال، وإنما أيضا معرفة كيفية التعامل مع الناس، وكيف يتخذ الإنسان الموقف السياسي مما فيه من الحلال، وكيف يتخذ الموقف الاجتماعي والاقتصادي في حلاله وحرامه. فعن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فما من شيء يباعدكم عن النار ويقربكم من الجنة إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. هذا هو نداء الرسالة، مما يجب فيه على الناس التعلم وعلى العلماء العلم. ففي الحديث: فما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. ومن هنا فإن العدو المادي كما يقول السيد قد يحتل أرضنا، ولكن الشيطان يريد احتلال مصيرنا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو ما أكد عليه الأئمة عليهم السلام. ففي الدعاء عنهم: وأعوذ بك من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وفي الدعاء أيضا: وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان. وهنا تظهر تربية النفس لتطهيرها من العيوب، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. وفي مجال العدل والإنصاف
يبرز قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. لأن الإيمان بالتضحية، التضحية بالمال على قدر الاستطاعة، والتضحية بالمزاج حين يدعوك للأنانية حتى تنصف الآخرين من نفسك. ويختم السيد فضل الله رضوان الله عليه: إننا في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، إننا ينبغي أن نخرج منه لنعرف أن علينا حين نريد مرضاة الله ونريد للمجتمع أن يعيش السلام والسلامة والانسجام والمحبة، أن نتعلم ونربي أنفسنا على أن ننصف الآخرين من أنفسنا ومزاجنا وذواتنا، وأن نكون العادلين في الأمور الصغيرة والكبيرة، في البيت والمحلة والشارع والعمل وشتى أمور الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، لنتخذ شعارنا قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.